مشاهدينا بعدنا مكفيين معكم باخر فقره من برنامج عهوى المحبه. مثل ما قلت لكم هيدي الفقره اللي رح يكون معنا فيها شاب عم بيحكينا عن التزاماته ونحن بنرجع بنشوف وبنختبر اذا هو ملتزم بيئه او لا. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم توني حنا. كيفك توني؟ الحمد لله الحمد لله ماشي الحال. هلا توني حنا مفروض هيك ضوت الكاميرا ما لقوا توني حنا اللي مفروض يمكن يكون على صعيد اولي. توني حنا شاب لبناني من بحمدون، بحب الكتابة، بحب لبنان، بحب كل شيء حلو بلبنان، معلق بلبنان يعني معلق بالطبيعة كمان؟ أكيد معلق بالطبيعة. هلا نرجع منشوف أكيد. توني قبل ما نبلش هيك نتعرف عليك شخصياً، إدي الاسم هيك عادة بيشكل لك إنه توني حنا مين؟ أي توني حنا الفنان توني حنا؟ صراحة في كتير من مطارح كان يشكل لي نوع إنه من المحبة من الناس إنه يرجعوا لطوني حنا الفنان المطرب الصوت الحلو الصوت العذب كيف بيشوفوا العالم. بس كل إنسان بيبدأ مسيرته حسب هو كيف بيشوفه، وكل إنسان بيحقق طموحه هو كيف بيلاقي حاله. يعني كان يساعدك الاسم شوي صحيح في مطرح معين. نعم توني، نحن بهيدي الفقرة قايلين للمشاهدين بيكون معنا شخص ما بنعرفه، يمكن منه بهيدا القطاع، منه جاي يحكينا عن تخصص معين. صحيح. هو شاب ملتزم بهالمجتمع، يمكن بالمجتمع المدني، يمكن بالكنيسة، يمكن بغير شيء كليا، وجاي يخبرنا عن التزاماته. إذا بده يخبرنا شوي توني عن التزاماته، كنت بلشت قلنا شو بتحب. نعم. شو بتحب وشو اللي ملتزم أنت فيه؟ أول شيء أنا ابن بيئة جبلية، ابن بحمدون الضيعة. بحب الضيعة كتير، بحب الجبل كتير، بحب الكتابة، عندي شغف للكتابة والهام من ربنا أعطانا إياه، وبقدر استثمره لناحية أنا بحبها، في هي وصل رسالتي اللي بكتب فيها عن المرأة اللي هو بيضوي بشكل خاص عطوني. بشوف حالي بمطرح معين، طموحي ما بوصلني. الإنسان ما عنده طموح أكيد ما بيوصل، ما عنده أمل بالحياة. صح. بنظري أنا بحب الحياة، بحب طموحي، بحب أوصل لمطرح يمكن كل إنسان بحب يوصله. صح. حلو توني، يعني بلشنا الفقرة بهالتفاؤل والأمل من أكيد. بعد ما ضوينا على كذا شغلة نحن بشعة أو ناقصتنا بالبلد. صحيح. بأول فقرتين. صحيح. جيت هلأ أنت هيك ترجع ترد لنا الأمل. توني عم تقلي رحنا أنا بكتب، شو بتكتب؟ نثر، شعر، قصص، مسلسلات؟ صراحة أنا بكتب نثر، بكتب شعر، بكتب ممكن أقول أغاني أو خواطر شعرية، حسب كيف تجي الصورة أنا بقدر جسدها من خلال قلمي ومن خلال حبر اللي معي. يعني عم نشوف هون حبر. نعم. وريشة معك إذا. نعم. بتعليهم شوية. نعم. حبري والقلم اللي أنا معي. بعدك بتكتب بهيدا الحبر؟ صح، هذا القلم وهذا الحبر بجسد فيه نوع من الشغف تقدر وصل إحساسي برسالة معينة وجدية لكل مين بحب الشعر، بحب الكتابة، بحب يفهم إنه الكتابة ما خلصت بمطرح معين ونرجع فيها للعصور القديمة أو الوسطى. نحن فينا نوصل رسالتنا وألمنا بطريقة راقية جدا، بطريقة كثير حلوة وفي شفافة. توني يعني بدي شوي هيك أنا اسألك، وإذا بدك تكون محامي الشيطان بين مزدوجين. نعم. يعني قد ايه بتحس فعلا بيتقبلوا الأشخاص هيدا الحديث بهيك مطرح واقعي؟ نحن بمطارح معينة لا، يمكن بدنا فعل مش كتابة، مش كلمة، مش نثر، مش شعر. قد ايه بتحس حالك قريب رغم انك عم تكتب شعر وجمال وكل هالقصص الحلوة، قد ايه بتحس حالك قريب للواقع اللي هو بشع بمطرح معين وقدر تأثر فعلا؟ صحيح، تعرضت كتير من المطارح لنقد لاذع بالكتابات عن الصور الشعرية اللي أنا بشوفها هي واقع من خلال الإلهام اللي أعطانا إياه ربنا. بس أنا بالنسبة إلي كل شيء أنت حلو أنت بتصنعه، مش الغير بيصنعه، وأنت فيك توصله من خلال منظارك أنت مش منظار الآخرين. كل شيء صورة حلوة أنت بتجسدها مش الآخرين بيجسدوها. نعم. فلذلك أنا بشوف كل شيء حلو من طريقتي أنا ومن طريق كتاباتي. حلو توني، قد ايه لك بتكتب؟ من ايمتى بلشت الهوايه اللي هيك تلتمسها يعني؟ صراحه كتابات انا فعليا بلشت اكتب من تقريبا 3-4 سنين، بس بحب الكتابه من انا صغير، كنت احلم صير كاتب على صعيد يمكن بيتي، على صعيد ضيعتي، على صعيد لبنان. يمكن الانسان على طول لو ما عنده حلم، لو ما عنده طموح، يمكن ما في يمشي على الطريق، ما في يوصل لمطرح معين. يعني مبين من نبرتك توني انت عم تحكي انك عن جد شخص شاعر، بيبين سبحان الله انه
هالقد متاخد باللي انت بتحبه وهالقد في عندك شغف. يعني هو وقت واحد ما بيكون عنده شغف ما بينجح بشغلته. هلا انا بعد ما شفت يمكن هالشغله اللي عم تحكي عنها بعد ما بقدر احكم اذا ناجح او لا، بس واضح اسم الله عليك قد ايه عن جد هيك مندمج يعني باللي عم تحكي. توني شو بدك تسمعنا هيك قبل ما نفوت شوي بتفاصيل فقرتنا؟ سمعنا شيء تنبلش الفقره من خلاله. في مثل قصيده او خواطر نثريه انا كتبت عن المراه او كيف بشوفها للمراه من خلال تصوري الكلمات. يلا سمعنا بنرجع بنحكي بالتفاصيل كيف تشوف المراه. نعم. من هي ومن غيرها المراه تروي بدموع احذانها الارض لتنعش الحياه من شرايين قلبها نبضه ومن روحها الطاهره تفدين المرض دون السؤال عن مشاعرها مضضه. او تسالون من هي؟ تجسد جمال الجنه على اليابسة دررة لتضحي بعذابة قلبها ضررة ومن شرارة عينيها تبعد عنا الخطر لتثكن منارة خديها بشرة. حلو رائع. هيدي المرأة مين بتقصد فيها توني؟ المرأة بحد ذاتها مين المرأة بالنسبة لك؟ الإحساس، المشاعر، التضحية، الأم، العيلة، المربية، الرائدة بالمجتمع، السياسية، يعني اللي قدرت تشوفها بكل المحلات بكل. نعم. الوظائف بكل. نعم. القطاعات اللي هي قدرت تعبيهم. يعني أنا بعتبر المرأة النصف الثاني للرجل وبدونها لا يمكن أن الرجل أن يتنفس اصلا. بدونها لا يمكن للرجل ان اصلا ان يولد لانه لو لو ما في مرأة ما كان. صحيح. في المرأة هي اساس الدنيا واساس واساس الكون ولولاها ما كان وصلنا. هي اللي ولدته يعني. هلا اكيد مثل ما عم تقول هو النصف يعني اثنيناتهم نحن بحاجه لهم. بس حلو هالشغف اللي عم تحكي عنه. عرفت توني انك انت محضر شيء فيديو بتحب تعرضه. صحيح. توضح قد ايه علاقتك هالقد بالمرأة. 100%. رح نحضره للفيديو ورح ارجع هيك استنبش منك قد ايه هالخبريه اي متى بلشت اي متى انت أكيد. بلشت علاقتك بالمراه وقد ايه هالقد بتحب هيدا الشيء. مشاهدينا رح نشوف هالفيديو الصغير اللي محضره توني اللي بيوصف فيه علاقته بالمراه ونظرته لها، ومن بعدها بنرجع بنكفي مع الشعر مع الكتابه مع الجمال، وبدنا نرجع نشوف قد ايه هو ملتزم بيه توني مع كل هالقصص اللي عيشنا اياها قد ايه هو ملتزم بيه. بنشوف الفيديو وبنرجع نرجع لكم. توني هيدا الفيديو اللي شفناه هو من تحضيرك انت؟ صحيح. وفي شخص ساعدني بالمونتاج بوجه له تحية اسمه سارو عجاميان، هو كان له فضل كتير انه اقدر اوصل رسالتي واقدر اوصل كلمتي من خلال تصوري للكتابة.
حلو كتير. بنشوف بأغلبية المشاهد هالمرأة العاسفة ده نعم. هي عن جد فعلا هيك بتحس ضافت ألحان على حياتك المرأة. صحيح، لو ما لحن المرأة ولو ما صوت الموسيقي بحياة كل رجل، يمكن الرجل ما في يكفي طريقه بالحياة، لو عذابة صوته، لو ما روحه، لو ما نفسه، يمكن كمان الإنسان ما في يضحك، ما في يقدر يشتغل ويقدر يوصل رسالته كمان من خلال منظاره هو. فعلا بنشوف قدام أسرى فيك هالمرأة وقديش حاسس انه ولا خطوة كنت عملتها يمكن انه فعلا مثل ما بيقول المثل انه وراء كل رجل عظيم امرأة يعني. صحيح. واضح. طب توني خلينا شوي ناخذك على المنحة نحن تبعنا. انا دائما بسأل الشباب والصبايا اللي بيكونوا معي بهالفكرة، اول ما قلكم كلمة الطبيعة شو اول شيء بيجي على راسكم؟ وانا رح جرب قلك انه رح زيد شوي صفة انه الطبيعة اللي هي المرأة. صحيح. اللي هي عم بتولد كل هالقصص اللي نحن بحاجة لها واللي بتعطينا كل شيء بمجانية. انا وقت قلك الطبيعة او البيئة شو اول شيء بيجي على راسك؟ الارض. الارض؟ نعم. ليه؟ الأرض، لأنه بلا الأرض ما فيك تعيشي، والإنسان المتجذر بالأرض بيقدر يعطي شو ما كان للحياة. وأنا إنسان، أنا إنسان متجذر بطبيعتي، ببيئتي اللي هي بحمضون الضيعة وبأرضي، وخاصة أنه نحن عايشين بين ساحل وبين جبل، والهواء الطبيعي اللي عندنا إياه ما حدا عنده إياه بعتقد بالشرق الأوسط كله. نعتز ببلدنا لبنان، نعتز ببيئتنا اللي هي متميزة عن بقية الدول العربية كافة. بنلاقي أنه كل البلدان، كل مواطنين البلدان المجاورة بيجوا لعنا بس كرمال يطلعوا الضيعة. مع التنويه والإشارة أنه كل البلدان ما عندها اللي عنا إياه وعم بيتجرب يصير عندها، ونحن عم نرجع لورا بمطارح معينة، يعني نحن عم نأذي اللي موجودين فيه وما كتير عم نحافظ عليه. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي. لا أكيد، يمكن نحن منشوف الصورة على طول النيجاتيف. النيجاتيف شفت أنك شاعري. نحن منشوف الصورة النيجاتيف لقلنا، نحن ياريت منشوف الصورة البيضة مش الصورة السوداء اللي نحن ممكن نقدر نوصلها لحيالة إنسان بحب يشوف الكتابة أو الطبيعة أو البيئة كيف هو بحبها. حلو. بغض النظر الوردة إذا بتدبل بتموت بس بيرجع بيطلع غيرها، وكمان ريحتها بتموت بس إذا ما تنشأتيها ما بتكبر، ما بتفوح ريحتها. وهيك الطبيعة وهيك البيئة إذا ما بنحافظ عليها ما فينا نقدر نعيش معها وهي تعيش فينا. يعني توني يمكن نحن بينقصنا هيك الروح اللي عن جد ترد لنا الامل. انا بدي احسدك على السلام الداخلي اللي عايش هيك جواتك، وهذا بحسه بيروي الفن فعلا، لانه اللي هالقد بيكون عنده شغف بالفن بيكون فعلا عم بيتعلم. يعني في مقوله بتقول الفن يعلم الحياه، يعني صحيح. مش الحياه اللي عم بتعلمه، يعني قد هو ابلى قد هو ارقى واعلى واسمى، والحياه عن جد عم تتعلم منه. 100%. توني خلينا نشوف قد انت ملتزم بيئيا بعلمك او بدون علمك. نعم. رح نلعب لعبه اذا بدك انا وياك سوا. فضل. هن 10 اسئله لخطوات نحن بنقوم فيهم يوميا. نعم. من دون ما ننتبه يعني. نعم. باللاوعي صرنا هيك نعملهم، ورح نشوف قد نحن عم نعملهم وعم نساهم انه نحافظ على البيئه بهالخطوات الصغيره او ما عم نحافظ. تفضلي. بدي اطلب منك انه تجاوبني بصراحه. تفضلي. وهيك تكون حازم. تفضلي. بنعم ام لا بدون اي تبرير. اكيد. يلا أول سؤال، بس أنا أكون ماشي بالسيارة معقول كبشي من الشباك تا ما أجوي سيارتي؟ لا. أكيد لا؟ لا. لا. إذا كنت بشي محل معين وأنا عم بعلك واضطريت كب العلكة لأنه ما في محل وما في زبالة حدي فبكبها، ما هي صغيرة وما رح تبين. أكيد لا. شو بتعمل فيها؟ ما بكبها، بحطها بجيبتي. بتحطها بجيبتك؟ أكيد. ما بتكبها؟ أكيد. أكيد ما صغيرة ما رح تبين. حتى لو بحطها بورد كلينكس. وإذا ما معك ورد كلينكس؟ بحطها بجيبتي، افضل محطه وكبها على الطريق. اكيد. اكيد. وبتنتزع الجيبه حتى لو. بس كون بالبيت وبدي اكل بفتح باب البراد وبنسى حالي فاتح باب البراد. نعم. نعم. هيدي بصراحه يعني. اكيد. وبكون عم بصرف كهرباء بدون ما اعرف. نعم. رابع سؤال، انا بس فل من البيت بترك الاضوية مدويين تبعد احتمال السرقه، هيك بفكروني انا موجود بالبيت. لا. او لغير سبب بترك الاضوية مدويين؟ لا ولا مره. بتطفي الاضوية؟ صحيح. وإذا كنت بالبيت بتطفي الأضوية بغير أوض كمان؟ صحيح. لكن لا، لحديت هلا وحدة نعم، تنشوف قد ايه رح تكون علامتك على 10. ما رح أقول لك عادة بغير حلقات قد ايه بتكون العلامة، تما تجرب تزعبر. وقت تكون عم بتحمم بترك المي دايرة تترك المحل دافي؟ لا. أكيد؟ أكيد. بتتحمم مي مسقعة؟ ما في مشكلة. ولو كان الجو مسقع ما عندي أي مشكلة تطفيها؟ صح.
أنا شخص بروح مع أصحابي كل ما يكون عنا وقت فراغ نتصيد عصافير. بحب هالهواية بس مش دايما. أي متى؟ حسب ما يكون طالع على بالي. بتحبها للهواية؟ تعتبرها هوية؟ هواية؟ مش هواية قد ما هي لذة. هلا بنرجع نحكي عن هاللذة من بعدها، لأنه بدي لقط هيك شيء ممكن نفتح موضوع عليه. لكن نعم رح أعتبرها. أنا بس روح على بس خلص ما أنت بتكتب. نعم. فرح نستعمل الوراق، ما رح أقول لك لا جامعة ولا مدرسة. هالوراق لو كان القفة تبعهم أبيض بتكبهم بالزبالة. No way. No way. أكيد. هلا هالورقة مستعملها بكل محلاتها. خلينا نشوف القفة تبعهم. كل مكان بكتب عليها، الورقة ثمينة بالنسبة إلي. أصلاً أنت ما فينا نحكيك لأنه الورقة أكيد رح تكون شيء بأثر يعني أكيد. فيك. نحن كل ما بدي أوصل محل أنا بستعمل السيارة. كل ما بدي أوصل فشخة بستعمل السيارة. لا لا. بتمشي؟ إيه بمشي. تستعمل المشي لكن. أكيد. آخر مش آخر سؤال، أنا بس كون مشرج سلولاري بالكهرباء، بشيل السلولار بترك الشارجر بالحيط من دون ما أنتبه إنه هو بيصرف لو إنه مشكوك على السلولار. لا بشيله. بتشيله؟ إيه؟ بتعرف إنه عادة بيصرف؟ صحيح. لكن لا، لحد هلا عندك بس 2 نعم، عم جرب ارجع عيد. واخر سؤال، انا بس روح على محلات بستعمل الكيس النايلون اللي موجوده مش كيس قماش بقدر اعيد استعمله. اي انا بستعمل كيس نايلون. لا انا الكل بيستعمله. لا لانه هي بتضر اكثر بالبيئه، صحيح بتضر بالبيئه. ما بيسوى الكيس النايلون عم تعمل تاذي الاشعه الشمسيه. بس يمكن بالمحل، انا هيدا دائما هيدا السؤال بساعد الضيف اللي موجود انه ببرر له، مش بساعد، مش انا اللي جاي اساعده، بس انه يمكن بالمحلات عندنا ما في كيس قماش. بأكترية المولات صحيح. أو المحلات صحيح. فنحن بنجرب نرفع الصرخة كل مرة، علّه في حدا عم بيحضر إنه كيس القماش بنقدر نستعمله مثل أكيد. بلاد برا منعيد استعمله، كل واحد بيجيب معه الكيس ونوفر هالقد تلوث. يعني الكيس النايلون إفراط وهيك استعمال ما بنقدر نروح فيه لمحل، تلوث ورا تلوث. توني نحن عملنا 10 أسئلة وأنت أخذت 7/10. مرسي. 7/10 هي من العلامات العالية، ما في حدا أخذ أكثر من 7، لأنه عادة أكتريتهم عندهم كيس النايلون وعندهم الشارجر. هلا الشارجر أنت ما كان عندك إياها، والبراد فتحة البراد. خلينا نحكي شوي أنا وياك عن الصيد، بتعتبرها لذة؟ قلت لي شوي هيدا الهواية. إيه لأنه هو شغف ولذة بذات الوقت، لأنه أول شيء ما فيك تعتبر البارودة والعصفور بيتفقوا مع بعض، لذلك هي أكثر شغف تطلع بالحرش، تطلع بالطبيعة تتفتشي وين ممكن تتصيدي حيوان صغير تروي فيه غليلك. يمكن هون غلط. هيدا غلط كله. صح غلط. بعد سكتت لك أنا روح. هون غلط، بس الإنسان ما في ضل بمطرح مقيد يعمل كل شيء ممنوع ويمشي على هيدا القيد. الإنسان بحب العيش، بحب الحياة، بغض النظر إذا هل كائن الحي عم يعطينا شيء بيئي لنا أو لا، بس بغض النظر الإنسان بحب يفتش عن شيء جديد، شيء حلو بحبه هو بذاته. ولكن هيدا الشيء جديد أنت عم تقول بغض النظر إذا عم يعطينا، أنا بأكد لك إنه عم بيعطينا، لأنه إذا أنت مؤمن بهالأرض ومؤمن إنه هالقد هي هالصورة الجميلة اللي بعطانا إياها الرب يعني بين إيدينا، يعني ما في شيء خلق إلا ما له إفادة. يعني قدامهم الشخص اللي عم يفتش على شيء جديد عم بفتشه على حساب حاله وعلى حساب غيره اللي هو مستفيد من هيدا المحل بس ليروي هاللذة اللي هو عنده إياها. كل إنسان في فتش على مطرح ما هو بده، مطرح ما هو بيرتاح. في يكون هاوي، في يكون متقن جيدا، وفي يكون ما بيهمه. بس انت وين بترتاحي فيك تنفذي اللي انت بترتاحي فيه. في يكون بس لمجرد انه انا رايح لانه اصحابي رايح معهم، في يكون رايح عن قناعه، في يكون رايح لانه بدي روح. اكيد هيك ما اختلفنا، يعني هون بترجع لقناعه الشخص ووعيه. بس كمان يروح على القناعه ويكون عارف ابعاده. يعني نحن كثير اوقات عم نروح نتصيد لانه انا بحب شوفه انه اي قتلته او مثل ما قلت انه هالقصص الحيوانات الصغيره، بس نحن ما عم ننتبه انه نحن صرنا عم نتسلط عليهم. يعني نحن هيدي السلطه بين ايدينا لخدمتها، لخدمه انفسنا. يعني بالنتيجه نحن عم نخدم حالنا وقت نخدمها. فوقت نصير نقتل عبثا او كيف ما كان، نحن بطلنا عم نخدم حالنا. يعني كل شغله وكل مخلوق موجود بده يساهم بسيكل معين، ونحن اوقات بنقطعها عن جهل.
منعمله. بس أنا بفهم هيدا إذا بدك النفحة الشعرية اللي عم تحكي فيها. أنا رح أنصحك شغلة توني، تفضلي. فينا نروح نتصيد، بس خلينا نتصيد صور. أنت شاعر وبتحب الصورة وبتحب الجمال، أكيد. فبدل ما نستعمل البارودة ونقتله، خلينا نتصيده كصورة تبقى معنا والكل يشوفها، وأتركه أنا على قيد الحياة يرجع يفيد بغير محل. شو رأيك؟ مش غلط، خلص نرجع نجرب نعملها. أكيد أكيد. بس على كل حال أنا بحب جوابك المنو مثالي، يعني جوابتني فعلا صحيح صريح صراحة شو بيصير، صحيح. وأنا بقدر هيدا الشيء. توني من بعد ما شفنا هيك الاختبار وهيك لقصص يومية، إذا بتحس حالك أنت هلأ بعيدا عن الأسئلة اللي عملناه هون، إذا بتحس حالك قادر تفيد بهيدا الدومين، بدومين البيئة، الالتزام البيئي، إذا بتحس حالك قادر تغير شيء معين؟ أنا أول شيء ابني بحمدون، بحمدون ضيع، ونحن أولاد الأرض، أولاد الضيعة، وعنا أرض نشتغل بالأرض. وفي مثل لبناني صريح بيقول فلاح مكفي سلطان مخفي. فبعتبر الإنسان المهاجر عم يهاجر ويخسر وطنه، والأرض اليابسة مثل الإنسان المهاجر. الإنسان الأرض بلا مزارع ما فيها تعيش، والإنسان بلا أرض ما في كمل الحياة، ما في كمل الحياة. فأنا فيني كيف اهتم بأرضي، أنا بلش بأرضي بحالي قبل ما اهتم بغيري. أنا فيني بلش بنفسي، أنا فيني بلش بالأرض، الشجر كيف بعملها، كيف بفلك، فيني عامل الورد تبولي كيف بعمله، كيف بعمل الزريعة الوردة لما تطلع، كيف هالشعور بيكون معي لما عم تطلع الوردة عم بفتح وراقة، أو هالشرايين اللي بقلبها، أو هالعنبر اللي عم بيطلع منها. قديه فيك يكون عندك هالإحساس لما تطلع وكون نطرتية شهرين وثلاثة بس تتفتح وتقلك صباح الخير، صباح نهار جديد، صباح أمل جديد. على طول لازم يكون عندنا أمل باللي عم نعمله، وأمل بأرضنا، أمل بالبيئة، أمل بكل شيء بنحبه ممكن نوصله نحن للعالم، ونوصله أول وآخرا لألنا. أكيد، يعني جوابك كمان واقع يا توني، وبتقول أنا ببلش من أرضي، صحيح، على القليل بحبي لهالأرض، صحيح. وهالطريقة الحلوة اللي عم توصف فيها كل مخلوق، يعني أنا مشان هيك استغربت موضوع، نعم. الصيد، نعم. يعني هالوردة هالشجرة بهال كل، نعم. شغلة عم تعملها قد هي عم بتفيدنا. حبيت إنه عم بتقلك صباح الخير، يعني فعلا هي هالقد بتحبنا وهالقد عم تعطينا، بس بدها منا هيك لطف بالتعامل معها. توني نحن قربنا نوصل هيك شوي لآخر الفقرة، بس بعد ما شبعنا من الأشياء اللي أنت كتبها من الأشعار والجمال اللي كاتبه، صحيح. بعدك مصر تخبرنا عن المرأة بطريقة غير أو بغير كلمات. بدي اتجه لنحو معين للوالد، للوالد أبو توني، بدي أقول له هالقصيدة، قل له بكيت وبكيت الدني وما خليت لدموعك مطرح، تتروي قلوب عطشاني وما تخلي الفكر يسرح، إلا فيك يا بي بكبر وبدموعي بجرح، لكل مين اتطلع فيك وقال ما لك مطرح. بوجه كتير حلو هالرسالة لكل بي، لكل شهيد فقد بيه، لكل بي عنده أولاد وبيعتز بأولادهم مثل ما أنا بعتز ببي وبشوف حالي فيه، وأكيد أمي اللي هي رمز المرأة بالنسبة إلي. الله يطول بعمره ويطول بعمر جميع الأمهات. الله يخلي لك إياهم. يعني واضح أنه أكيد تتكون انت بهيدي الروح، نعم. توني اكيد في وراك هالوالد وهالوالده اللي عطيوك مثال، نعم. الرجوله ومثال الانوثه اكيد موجودين بعائلتك، نعم. توني انا دائما هيك سبقت علي باخر كل فقره بسالش بهيدي، يعني فقره الشباب اذا بدنا نسميها، شو بيقولوا للجيل اللي قبلهم؟ يعني ما بديهم يحكوا اذا بدك زملائهم اطرابهم، ما بدي يحكوا الشباب، بدي احكي الجيل القديم. شو بتقلن للجيل القديم؟ يمكن تشكرهم على شيء، يمكن تطلب منهم شيء، يمكن تلومهم على شيء. هلا انت بلشت تحكي والدك، بدي تحكي الجيل القديم كله سوا، شو بتقلن؟ يا ريت بيرجع مثلكم. كيف مثلهم؟ اول شيء بالاخلاق، بالتواضع، بالكبر النفس، وكلمه الشرف. يا ريت هالكلمة لما تنوصف تكون أدى، إن كان الرجل أو المرأة، لما حدا يحكي عن نعم 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 فليكم جوابي نعم نعم أم لا أو لا لا، هيك اللي هيدا اللي بقصده. يا ريت ترجع هالأخلاق اللي عند كل شاب وصبية، وأنا منهم، أنا مش بعيد عن حدا، أنا منهم بيشتغل حالي وبتطلع الغير كيف بيشوفني، فوين بشوف حالي بشوف العالم إن شاء الله. يعني بدءا من نفسك، مثل ما بالطبيعه او بالبيئه بتبدا من الارض تبعك، صح. انت قادر كل شخص نحن قادرين نبلش من حالنا ونحكي عن هالمبادئ اللي عم تحكي عنها. اكيد.
توني الله يخليك لأهلك. بس بقى لقطع حديثي بدي مرق كمان قصيدة صغيرة أكيد رح نختم فيها. نعم رح نختم، رح اسمح لك أنه نختم فضل. فيها أنا بدي أكيد أشكرك على وجودك معنا. نعم. وعلى كل شيء هلأ قلت لنا إياه. نعم. مشاهدينا نحن وصلت حلقتنا للآخر، نحن بعد رح نكفي بقصيدة كمان من كتابة توني حنا نكون عم نختم فيها. أنا بدي لكم بشكر متابعتكم كل مرة، بشكر طولة بالكم يمكن إذا عم نحكي إشياء بشعة إشياء منا قدرين يمكن نحن نقدر هلأ نحرك ونغيرها، بس هي بتوصل رسالة بمطرح معين. بتمنى عليكم جميعا انه كل مبادرة قدرين تقوموا فيها بمبادرة فردية ما تقولوا شو وقفت علي وما تأجلوا وما تقولوا بكرة، كلنا فينا نبلش من هلأ. بشكر كل شخص تبعنا وكل أشخاص اللي كانوا قايمين اليوم على هيدي الحلقة واللي كانوا مشاركين فيها معنا. رح أترك المجال لتوني ونكون دغري معه على منختم حلقتنا. توني الكلام لإلك وانت رح تختم الحلقة بهيدي القصيدة. مرسي إليك، بحب وجه هالرسالة لكل مين بحب توني أو ما بحبه، بحب كل يسمع توني أو ما يحب يسمع توني. أكتب حروفي وأنا مرتعش من خوفي، لخسارة كل قارئ منكم عمر سقوفي، فأسعى جاهدا لتلبية حبكم بنصوصي، علني أنظم قصيدة تشجع حظوظي، أن أبقى مبتدئا في عقولكم وأبعد شكوكي من زيادة حبكم ومساندة ظروفي، لكل كلمة كتبناها وأنا أنزف من عروقي. مرسي لك توني. مرسي لك على ضيافي المستضيفين اليوم.